أنا بتمنى أنه أرجع لبيتي وأرجع لمدرستي ألعب مع أصدقائي وأدرس مع الأصدقاء كلياتهم. الفعالية هي عبارة عن رول ورقي بطول 75 متر، قام الأطفال برسم أحلامهم وأمنياتهم على هذا الرول، جاء للرول معظم مخيمات الشمال السوري. نحن اليوم رفعنا رسالتنا للعالم كله، وأنا رسمت بيت ورسمت الشجرات اللي كنا نلعب تحتهم، وأنا بريد كل أطفال العالم تعيش بسلام وما يعيشوا مثل نحن ما عم نعيش بالصعوبات.